المرضى مش طيور. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم محبين ومشاهديني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، بحييكم تحية طيبة من داخل مزرعة الحاج محمد أبو الحاج. طبعا المكان المنوفية وسنة قرية عرب أبو ذكري. عايزين كل ما ندخل معنا على اللايف وصلى على سيدنا النبي علشان يوصلك كل جديد بفضل الله. معانا هنا كل يوم جديد، النهارده كده عرض يوم الجمعة، يوم وقفة عرفة. رب يصلح حال الجميع ويرزقنا ويرزق كل واحد من فضله، ربنا يرزقنا رزق حلال كده. لايك شير وحد الله. ان شاء الله يا جماعة معانا عرض النهارده ينال اعجابكم. معانا عجول نفس العمر كده، معانا اكبر من كده. طبعا اللي انتم عايزينه بفضل الله موجود. المكان المنوفية وسنة قرية عرب ابو ذكري، وطبعا ملناش بركة الا اي حد. رقم التليفون للتواصل 010 63 10 74 92. ذكورة فيه، نتايات فيه، طبعا اللي انت عايزه بفضل الله هنا موجود. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. حبيبي يا باشا على دماغي، على دماغ الناس كلها. طبعا بحيي كل المشاهدين اللي معايا على اللايف من سينا لاسوان للسلوم، وكل المغتربين اللي معانا من مصر وخارج مصر، والناس كلها على دماغ من فوق. بحييكم تحيه طيبه داخل مزرعه الحاج محمد ابو الحاج. طبعا يا جماعه معانا 25 ذكر، 25 ذكر هيبقوا اسعار حلوه. بس انا عايز منك اللايك والشير والصلاه على سيدنا النبي علشان يوصلك كل جديد بفضل الله. انا برضو حاجات تخش تسمين، حاجات تخش علف من النهارده، اعمار حلوه، حاجات حلوه. السعرنا طبعا يا جماعه، السعرنا يبدا من 10500 لحد 12000، يعني حاجه زي كده ب 12. اللي عايز عجل ماشي، عايز اتنين ماشي، اي كميه بفضل الله متوفره. وطبعا مش هنزعل حد، ولاش العرض ده على بعضه، عايز اي حاجه من العرض طبعا ملاش بركه الا انت. عجل ماشي، اتنين ماشي، سعر يا عم عيد معانا يا ابو الوكيل. يبدا كده من 10500، 10500 ب 10 ونص، برضه حاجات ب 11، حاجات ب 12. طبعا اللي انت عايزه موجود. بس الناس اللي معانا بقى، انا معايا ثمن عجول، عامل عليهم عرض، عامل عليهم عرض هيبقى بسعر مغري. خليكم معانا، خش بكم، خش معانا على الثمانيه كده عشان نفرجكم معانا. سافوا لي عليك يا عم، كل سنه وانت طيب، عيد مبارك علينا وعليك ان شاء الله يا ريس. خليكم معانا يا جماعه اللايف، خليكم معانا. معايا ثمن عيول اوزان عاليه شويه، اوزان من 200 من 200 ل 210 هيبقى السعر حلو، السعر هيبقى حلو. لايك شير صلى على سيدنا النبي علشان يوصلك كل جديد. طبعا المكان المنوفيه وسنا قريه عرب ابو ذكري الحاج محمد ابو الحاج. هات مشيتك لنا ابو ستك. ادي معانا يا جماعه الثمن ديكوره على دماغ يا عم ماهر. دمياط يا باشا على دماغي من فوق، دمياط، كفر البطيخ، كفر سليمان، فرسكور، تفتيش كفر سعد على دماغي من فوق. كل دمياط يا باشا حبايبي كلهم، الناس دي كلها على دماغي من فوق، الدمياط كلهم على دماغي. خليكم معانا برضه، كان فرجكم على عرض الثمانيه دي يا جدعان كده. دول الثمانيه يا ابو حبل واحد وبسعر واحد، اللي عايزهم على دماغي من فوق. قلت تخش علف من النهارده. المكان المنوفيه وسنا قريه عرب ابو ذكري. بس يا جماعه انا اقول لك على العرض ده قسما بالله وانا صايم كده، ده سعر نهائي وسعر من الاخر، وهقول لك على السعر على طول، بس سعر مغري يعني. الثمانيه دول لايك شير صلى على سيدنا النبي. حط يا باشا، حط الاكل يا باشا، ارمي الاكل هناك كده، خش هناك، خش على الكبار كده، خلي الاكل، خش بقى نفرج كده على الثمان عيول دول من على هنا اليمين كده. بالصلاه على النبي، نبدا كام اول واحد يعوروه بالراحه، يعوروه. شوف يا جماعه اللي بيعمل زي الاكل، شايفين؟ شايفين؟ شايفين يا جماعه اللي بيعمل زي الاكل كده؟ اللهم ارمي يا ابو ست اكل، ارمي اكل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يبقى يا جماعه ده اول دولت بسعر يعني بمرض الله، سعر من تحت على دماغي يا باشا. المنصوره كلها على دماغي. يعني معانا لايف دلوقتي. طبعا يا جماعه الصوت واضح كده يا رجاله عشان الناس اللي بترن ديت، الصوت واضح؟ الناس المحترمه اللي معانا الصوت واضح؟ طب صلوا على سيدنا النبي، صلوا على سيدنا النبي كده. رجالتنا
صوت واضح يا رجاله ولا ايه؟ الناس بتدري ان ده بوظت ام الصوت. لا اله الا الله. عمر يا جماعه كده معانا 8 ذكور همت، ادي عج 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 7 8 هيبقوا سعر ايه؟ سعر واحد وسعر مغري يا جماعه، وده السعر النهائي، ده السعر النهائي بمرض الله. ماشي يا باشا على دماغك، وده السعر النهائي على دماغ عم كامل، عم كمال على دماغ يا باشا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. لايك شير صلي على رسول الله. انا عايز ال 250 واحد اللي معايا على اللايف، كل واحد يدوس لايك منه عشان غيرك يشوف الفيديو، وكلنا نسمع السعر الحقيقي مع بعض. يبقى السعر هنا كام محترمين؟ السعر هنا كام؟ تقول السعر يا معلم ستة. قول السعر يا معلم. ماشي تقولش على مساعدينك، قول السعر بمرض الله. على دماغ عم مصطفى. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبمس على المشاهدين كلهم، المشاهدين كلهم على دماغ من فوق يا عمري. على دماغ يا باشا. طب قول السعر يا باشا. طبعا سعر الثمان ذكوره دول مش ب 14 ونص. امال بكام يا ريس؟ ولا 14000. امال بكام يا ريس؟ سعر العيد ده عمريم 13650. ب 13650 يا جماعه، يعني الثمن عيود دول همت السعر بتاعهم ب 109 و200، وده السعر النهائي، يعني ناخد ال 200 قبل ال 109 عشان عرض بثمنه، والعرض بثمنه عايزين نشتغل بعد العيد. عايزين نجيب لكم حاجات تسمين زي كده. عايزين نجيب لكم حاجات تسمين زي كده مشاهدينا. تمام؟ 109 و200 وده السعر النهائي، يعني سعر العيد فيهم 13650. 13650. الاكل يا جماعه شايفين الاكل يا جماعه؟ بيمسحوا في الاكل، بيمسحوا ومسحاتها. 13650 لايك شير واحد الله. طبعا اللي عايز حاجات زي كده فيه، اللي عايز حاجات زي كده فيه من اول 9:30 لحد 10 موجود، كله بفضل الله موجود. حاجه زي كده 10500 فيه برضه. تمام، حاجه زي كده فيه، عقول زي كده فيه، حب 8:30 فيه، اللي انتوا عايزينه بفضل الله موجود. لا تحب 8:30 زي كده يا جماعه فيه، يعني معانا اسعار من 8:30 لحد 15000. اللي عايز حب 8:30 زي كده فيه يا رجاله. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. دولت اربعه قالوا عرض النهارده الواحد ب 8500، اسعار ببلاش، اسعار والله قسما بالله ببلاش النهارده. بس صلوا على سيدنا النبي، ما تنسوش الصلاه على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. عايز اي كميه يا جماعه، اي كميه ان شاء الله متوفره، ذكوره نتايات فيه اللي انتوا عايزينه بفضل الله موجود. انا عايز الناس اللي معايا اللايف كده تدوس لايك كده عشان افرجكم على حاجات ثانيه احسن، عشان افرجكم على حاجات تانية احسن. ما تنساش الصلاة على سيدنا النبي، ما تنساش الصلاة على سيدنا النبي. وبالمناسبة يا جماعة البيان ديت الاعمار بتاعتهم، الاعمار هنا من سنة 12 شهر 14 شهر، يعني الاعمار معانا من 12 شهر 14 شهر، والسعر يا عمدة قلت لك 109 و200، 109 و200. وطبعا مالناش بركة لأي حد. رقم التليفون 010 63 10 74 92، المكان المنوفيه وسنا قريه عرب ابو زكري الحاج محمد ابو الحاج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس مباشر من ده، بس مباشر. افصل ولا ولا تيجي؟ صوروني. طب خلاص خش تعالى. صوروني. خلاص خش خش. شكرا شكرا لكم يا جماعه. يبقى كده معانا العرض اللي فرجنا عليكم النهارده، وطبعا ملناش بركه الا اي حد.